على أبواب صنعاء تتحفز طلائع الجيش الوطني والمقاومة للمعركة الأخيرة. من نهم تترأى العاصمة وقد صارت أقرب من أي وقت مضى. بينما تدور معارك عنيفة على أبوابها، تكللت أخيرا باستعادة معسكر اللواء 312 أو ما يسمى معسكر الفرضة، الذي تمكنت المقاومة والجيش الوطني من السيطرة عليه بعد معارك عنيفة امتدت لأيام. وتأتي السيطرة على المعسكر الاستراتيجي في المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء بعد أن كانت المقاومة قد سيطرت على أجزاء واسعة من الجبال المحيطة به، وهما يضع قوات الجيش الوطني والمقاومة على مسافة كيلومترات قليلة من العاصمة صنعاء بانتظار إطلاق المرحلة التالية من طريق تتوقف نهايته في شوارع المدينة المنتظرة منذ عام. على الجبهة الغربية يستمر تقدم قوات الجيش الوطني على طول المدن الساحلية في محافظة حجة، مفترق الطريق إلى صنعاء وصعدة والحديدة أيضا. بعد استكمال تطهير مدينة ميدي خلال اليومين الماضيين، يتحضر الجيش الوطني لمعركة جديدة في مديرية عبس وسط غارات مكثفة تنفذها طائرات التحالف العربي على مواقع الميليشيا هناك. ومن المنتظر أن تشكل سيطرة الجيش الوطني على عبس خطوة مهمة أخرى تضع المقاومة والجيش على طريق يؤدي إلى اتجاهين، صنعاء وصعدة، معقل الميليشيا ومقر سلطتها التي تتآكل كل يوم. لا بد من صنعاء وإن طال السفر، مقولة خلدتها الذاكرة اليمنية ورددها اليمنيون كثيرا في كل مرة تصبح فيها صنعاء مدينة بعيدة، وما أكثر المرات التي كانت فيها صنعاء بعيدة.